مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هذا النهار ان شاء الله نقدمكم واحد الحلقة ديال كيفية معرفة حمل الأنثى ديال الأرانب. يعني شحال من واحد كي مربي أرانب يعني كمبتدئ كتغيب عليه هذه القضية أو ما كيعرفش كيفاش يتعامل مع هذا الموضوع هذا ديال يعني الأنثى الحامل وكيفاش يعرفها أنها حامل. يعني غادي نقدم لكم هذا النهار عفوا واحد الطريقة يعني عينيا بلا ما يكون فيها طريقة الجص. أنا عندي فيديوهات سبق لي درتهم أن التعليم ديال طريقة الجص أن تجيب واحد النفاخة وتعمروها بالنصف ديال الماء، النفاخة كتنفخوها وديروا فيها الماء وكترميو فيها شي واحد جوج حمصات ولا جوج بلوط ولا وكتبقاو تعلموا كيفاش تجصوا، عاد كتوليو يعني محترفين ممكن انكم تعلموا بهذه الطريقه. راه عندي واحد الفيديو خاص بهذه الطريقه هذه. اما بالنسبه لهاد الطريقه اللي جبت هذا النهار هي عينيه، ممكن انكم غير من خلال يعني النظر للارنب ممكن او ممكن انه تهزوا الارنب ولكن ماشي تجصوا، يعني ماشي تجص، لا كاين طريقه سهله وما في الحقيقه عينيا نظريا ممكن انكم تعرفوا الارانب ديالكم يعني الانثى واش راه حامل ولا ما حامل، يعني ما شاداش. حنا كنقولوا ما شاداش ماشي عشار. اذا كاينه واحد القضيه ديال العين، يعني غير بالعين كيفاش ممكن انكم تعرفوها. الشعر ديالها كيكون خشن سبحان الله. ملي كتكون حامله انتم لاحظوا ان هاد الانثى هذه شوفوا الشعر ديالها ماشي املس، هي باقي مع الصغار ديالها باقي ما فطمتهمش، يعني باقي كيرضعوا منها ولكن تقريبا راه مفطومين. اذا ممكن اننا نشوفوا كما قلنا غير الشعر ديالها، اذا كانت الشعر ديالها يعني الملمس ديالو خشن عرفوها راها ما شداش راها ماشي عشر، ولا كانت يعني الملمس ديال الشعر ديالها يكون يعني املس عرفوها راها حامل. بحال هذه حتى هي هانتوما الشعر ديالها لاحظوا انها خشن وما كتكونش مكسيه، يعني مكسيه بزاف في الرقبه ديالها. لاحظوا منين دورت راسها ان الرقبه ديالها دايره بحال اللي منتوفه شي شويه. ملي كتكون شاده الحمل راها كتكون يعني الشعر املس وما فيش واحد الخشونه. والحركه اللي بغيت نعلمها لكم هذا النهار وهو انكم منين تهزوا الارنب يعني الانثى ديال الارنب تهزوها للسماء بهذه الطريقه، انا نوريكم الطريقه، انها يعني بالعقل ما كتكونش كتفركل وكاينه الانثى اللي كتفركل. هانتوما يعني الا هزيناها بحال هكا لاحظوا معايا ها هي راه شويه بدات كتفركل. هانتوما راه شويه فركلت، هانتوما يعني ملي تشوفوها فركلت سمو المعنى ديالها انها هانتوما ها هي فركلت. الا ضربت غير برجلها مره يعني خضوها هكا، الا ضربت غير برجلها مره عرفوا بانها راها غير حامل راها ما حاملاش. بالنسبه للشده ما تهزوش من الاذنين، هزوها من الظهر ديالها من الاحسن. يعني بالعقل الا مشيتو تا بغيتو تفسروا هاد الظاهره، يعني علاش الا فركلت كتكون يعني ما شاداش ماشي عشار ماشي الحمل ما كاينش الحمل. علاش؟ لان ملي كيكونوا شي صغار في الكرش ديالها كيتقلوا عليها ما كتقدرش يعني ما كتقدرش الوزن ديالهم ما كيخليهاش انها تبقى تضرب برجليها، كيخليوها انها بحال نقولوا كتكون اما خفيفه اما ثقيله. ملي كتكون ثقيله ما كتقدرش انها تفركل برجليها، عرفوا باللي راه ديك الساعه راه ما شاداش. يعني اذا كانت ثقيله راها ما غاديش تفركل، يعني راه شاد الحمل. اما اذا كانت خفيفه وما فيهاش ما فوسطش منها هذوك الصغار، انه واخا كيكونوا غير صغيورين راه هذاك كيكونوا مأثرين عليها، يعني منزلين الثقل للاسفل. اذا كانت ما فيها لا صغار لا والو غتبقى تفركل برجليها هكا، يعني ملي شديتوها من الظهر هكا وهزيتوها
راه ملي غتبقى تفركل تفركل هكا هكا عرفوها باللي راه كرشها خاويه. ونصيحه يعني موضوع الساعه، احنا عارفين في هذه الايام ديال الحر وموجه ديال الحر، حاولوا انكم ما تعطيوهاش للذكر. انا ها هي هذه راه فطمت الصغار ديالها، ها هما الصغار ديالها، هما هادو هما تبارك الله، هادو راهم الصغار ديالها، ها هما راه فطمتهم، راهم مفطومين، كنخليهم دابا يكبروا صافي هما. ولكن هي نصبر عليها واحد نقولوا بما هي في الحقيقه بما تفوت الموجه ديال الحر، حاولوا انكم ما تعطيوهاش للذكر، خليوها ترتاح. وفي نفس الوقت ان الا مشات حتى حملت وكانت عشر في هذه المرحله هذه، راها ملي كتولد كيجيها لي موراجي داك الدم، يعني الفتحه ديال التناسليه ديالها ما كتبغيش تبرى، وكيجيها الدم ما كيبغيش يتوقف. المهم كاينين حالات اللي الناس ماتوا عندهم، انا الحمد لله ما عمره ما وقعت لي هذا المشكل هذه، ولكن راها كتموت ملي كتولد غالبا الى ولدت في الصيف، ماشي بحال الا ولدت في الجو البارد. اذا حاولوا انكم تعطيهم واحد الراحه وطريقه ديال الجص. الناس اللي ما كيعرفوش راني وريتكم، غيخليوها هزوها هكا. اولا الشعر يكون الملمس ديالو كيكون كيبان لكم ماشي مبربش وخشن، عرفوا اذا كانت ملس عرفوا راه حامله، كيكون كي كتولي ملسه، والشعر ديالها بحال اللي الى وجهتو للضوء كيولي كيبري، كتولي مزيانه كلها عرف. والمناطق اللي كيكونوا خاويين كيعمروا عندها بالشعر ديالها، وكيولي ملس املس عرفوا راها شاده، راه عشاره حامل. والطريقه الثانيه انكم تهزوها هكا، تهزوها ملي تشوفوها تركلت، يعني خدوها واحد شويه هكا، الا تركلت عرفوها ما شاداش غير حامل. الا هزيتوها وخديتوها هكا عرفوا باللي عندها واحد الثقل لتحت وما قادرهاش تحرك رجليها، عرفوا راها تمايا راها شاده راها حامل. اذا ببساطه هذه طريقه تعليميه بسيطه. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا شاركوا معنا، اسكيو على زر جيم باش تساندونا، واسكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.